مع اني ما بخالف الاستاذ راجح بفكره انه معنا وقت، بس بظن اذا بلشنا نحضر الحلقه للتصوير قبل بفتره بيكون اضبط لنا واحسن لنلحق نبثها قبل ما الحدث يبرد. ما بظن انه بيبرد، الاحداث بالشام كمان لورا. انا ما عم بحكي عن الاحداث، عم بحكي عن الفتاوى تبع اللاجئات. بعتقد اذا برد التفاعلات الاعلاميه بيكون احسن. ليش يعني؟ لانه ساعتها نحن مسخنا، مش احسن ما نعرض موضوع فاتر ولا لا استاذ كريم؟ لا طبعا مزبوط 100%. انا مش عم بسالك حتى تعطيني علامه، عم بسالك حتى اسمع رايك. لا العفو، انا ما هذا قصدي. انا كل اللي بقصده بانه بعتقد انه هذا الموضوع اكبر بكثير من انه يعتبر سبق صحفي، مثل ما بتعرفوا جميعا انه هذا الموضوع صار له فتره عم ينحكى فيه بالاعلام. وبما انه نحن ما رح نضيف شيء جديد، يعني بمعنى ما رح نكشف اسرار، فبعتقد انه مهمتنا تكون التركيز على تغيير زوايا الرؤية والإحاطة الدقيقة بالتفاصيل، وهذا أهم شيء ممكن نعمله. معناتها شدوا لي همتكم، بدي يومين بالكتير تكون كل المحاور خالصة. يعطيكم العافية. استاذ كريم ممكن تبقى شوي؟ حاضر. فهمت من الأستاذ راجح أنك عم تحضر رسالة الماجستير عنا هون بلبنان؟ أي مزبوط. عن الربيع العربي؟ عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي بالربيع العربي. كتير حلو، وين سرت؟ تقريبا رح خلص. وشو النماذج اللي عم تحكي عنها؟ تونس، مصر، ليبيا، اليمن، البحرين. سوريا؟ سوريا لسه بعد ما خلصته. وما بعتقد تقدر تخلص قبل ما تنحسم الأمور هونيك؟ لا لا أبداً، أنا بعتقد بس أنه الوضع بسوريا معقد شوي أكتر وبحاجة وقت، حاجة وقت. بكل الأحوال حط ببالك أني أنا مهتمة بالبحث، لأني عم دور عن برنامج بيحكي عن الربيع العربي. هلأ عندي كتير أفكار واقتراحات، بس بهمني أدعمها ببحث أكاديمي. أنا جاهز، بس بذات الوقت ما بدي شيء يشغلك عن هذا البرنامج، وبهمني بالاجتماع الجاي اسمع اقتراحاتك المميزة. والمرة الجاية بتمنى تجيب لي الكوبي تبع البحث. ماشي. معك سيارة؟ أنا؟ لا ما معي. امشي بوصلك بطريقة.